من صفحات حلوة بيروت لليوم صفحة طبية مع اختصاصية بتقويم النطق زاهية غدار، نستقبلها سوا. حلوة حلوة بيروت. أهلا وسهلا فيك زاهية غدار بحلوة بيروت. اليوم رح نحكي تحديدا عن مبادرتك تحت عنوان Special Times for Special People وعن الحدث اللي رح يصير نهار السبت 24 أدار المقبل. بداية لنحكي عن المبادرة، شو هي؟ المبادرة هي عبارة عن مبادرة اجتماعية. نعم. بلشنا نحضر لها تقريبا من سنة وأربعة أشهر. مشكل سلسلة نشاطات كرمال نفتح من بعدها مركز. عظيم. هالمركز شو هو تحديدا ومين بيستقبل؟ أي أشخاص؟ فئة معينة؟ أشخاص معينين؟ أوكي. هذا المركز رح يكون مخصص للأشخاص بيعانوا من صعوبات بالتعبير أو بفهم اللغة المحكية أو عندهم صعوبات بالذاكرة جراء جلطة دماغية أو حادث سيارة أسد على منطقة الدماغ أو معهم مرض الألزايمر أو الباركنسون أو غيرها من الأمراض التنكسية بس بمرحلها الأولية. بيستقبل هدول الأشخاص كرمال يكون في عندهم محل يتعرف على أشخاص جديد، يكون في تفاعل اجتماعي مع أشخاص جديد، يعملوا صداقات جديدة، وبنفس الوقت يكون عم نشتغل على القدرات الذهنية من خلال الألعاب الفكرية. طب سلسلة النشاطات اللي ذكرتيها شو هي؟ يعني كيف رح تتقسم؟ كيف رح تصير؟ بلشنا نحن دجا بنشاط الشهر الماضي تحديدا كان ب 28. مزبوط. كان الثاني. مزبوط. كان 28 كانوا الثاني باوتيل جيفينار حمراء. بلشنا باول نشاط كان عباره من 10 للساعه 1 3 ساعات. نعم. كنا عم نلعب، كمان كان في عنا عدد من الاشخاص اللي شاركوا، ورح يكون عنا سلسله نشاطات مشابهه لهذا النشاط بهدف من بعدها نكون قادرين نوصل لنفتح مركز ثابت بيستقبل الأشخاص اللي عندهم صعوبات اللي عددناها بالأول. أكيد بيكون موقعه ثابت، بيكون مفتوح للجميع. مزبوط. بالنسبة للنشاط الثاني اللي هو اللي سبق وذكرت عنه ب 24 أدار. مزبوط. كيف رح بيكون هالنهار؟ هذا النهار رح يكون مقسم، مفروض يكون عم نلعب ألعاب فكرية. أكيد حسب الأشخاص اللي رح يكونوا مشاركين معنا بالحدث وبالنشاط، بنكون مقسمين يا مجموعة كبيرة يا مجموعات صغار، وفي عنا بيكون استراحة كمان لنعطي فرصة للأشخاص الموجودين يتعرفوا أكثر على بعضهم. يتحدثوا مع بعضهم، يكون عم بيغيروا. رح يصير كمان بنفس المكان؟ إيه، رح يكون بنفس المكان بأوتيل جيفينار بالحمراء، كمان بنفس الوقت من 10 للوحدة. زاهية أنا هون بدي هيك شدد على موضوع أنه أنت لحالك عم تقومي بكل هالمشروع اللي هو يمكن بيتطلب أكيب كتير كبير، يعني بالنهاية إيد الوحدة ممكن توصل أو ان شاء الله؟ يعني اكيد لحالي ما رح اقدر اوصل، بكون بحاجه لمساعده يمكن اشخاص بالمجال، يمكن اشخاص قادرين يتطوعوا معنا خلال نشاطاتنا بالاول او لما نفتح المركز. يعني انت هلا عم تدعي الجميع اصحاب الاختصاص والاشخاص العاديين اللي حابين يساعدوك بهالمشروع ينضموا لإلك. صح، كل ما يتطوعوا معنا بالنهارات بالانشطه الموجوده هلا او بعدين بالمركز اللي احنا. وكيف فيهم يعرفوا عن نشاطاتكم؟ فين يتصلوا فينا؟ نعم. فين يتصلوا في اذا كرمال يعرفوا معلومات اكثر عن نشاطات او بيحكونا يبعثونا ايميل او في كمان في صفحه الفيسبوك كمان فينا نشوفوها كرمال شوفوا اكثر. على كل حال احنا زاهي بلشنا نشوف او كنا عم نشوف صور عن نشاطاتك. يمكن هول اللي صاروا ب 28. مزبوط. هذا صور اول نشاط عملناه. كانون الثاني. مزبوط. بأوتيل جيفينار الحمراء كمان. هون شو عم بيصير؟ هون كنا عم نلعب بيكشنري وغران تابو، هن لعبتين انقسمنا لفريق كبير وعم بحذروا بعضهم بطريقه تمثيل او بطريقه رسم. كيف كانت الاجواء؟ حبوا الموجودين شو عم بيصير وخاصه انه يمكن شيء جديد عليهم؟ مزبوط. بالاول بتحس يعني اول ما فاتوا الاشخاص المنيح انه كان في عندنا اشخاص عندهم اصابات ان كان من وراء جراء جلطه دماغيه او حادث سياره، وفي اشخاص كانوا من افراد العيال الاشخاص الموجودين، وكان في عندنا متطوعين من الجامعة الأمريكية ومن جامعة القديس يوسف، بالإضافة بالإضافة لزملاء أخصائيين تقويم نطق كانوا موجودين. بالأول بتحسي في هذا الاستغراب، استغراب معين. نعم. بس مع الوقت لما بلشنا نلعب وبلشنا عم نتحدث بتشوف قديش كان عم يضحكوا، قد كان في ردة فعل كتير إيجابية. يعني برأيك اللي فل من هالنهار أكيد بيرجع؟ أنا هيك حسيت ودجا هذا الهدف يمكن بالنهاية. هذا الهدف يعني، وكلهم لما عبوا ورقة التقييم آخر النهار كلهم كانوا إنه أمتين مرت الجاي وشو رح نعمل مرت الجاي. برزنامج 2012 شو المشاريع الجديدة؟ بالأول هلا رح نكمل سلسلة نشاطات مثل اللي عملناه بكانون الثاني ومثل اللي رح نعمله بآذار، لنشوف لسنة الجاي إذا نحن نقدر نفتح سنة الجاي ولا رح ننطر بعد أكثر لنقدر نفتح مركز إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. بالنسبة ذكرت الأشخاص فئة معينة أو أشخاص معينين، هن لهم هالمركز
المركز، ولكن إذا واحد بده يجيب أولاده ممكن يقدر العائلة كلها تجي وتحضر ولا لا بتفضلوا لا؟ بالأول بتخيل رح تكون شوي صعبة، لأنه الأشخاص يعني بده يكون كتير مركز على الأشخاص اللي عندهم صعوبات يمكن ليستفيدوا أكثر. مزبوط، أكثر لما يكونوا ضايع الجو بالمركز، يعني بده يكون مركز على الأشخاص اللي عندهم صعوبات بالتعبير من وراء جلطة دماغية أو حادث السيارة أثر على الدماغ أو الألزايمر أو الباركسون بالأول بالمراحل الأولية. نعم يعني نعم ليستفيدوا قدر المستطاع ويطلعوا مبسوطين. يمكن بعدين فينا نعملها بطريقة يمكن نهار يكون في زيارات من برا، يكون ليكون في عندنا مثل نوع تفاعل اجتماعي مختلف اكيد، او الاشخاص الموجودين بالمركز كنا نعمل ظهره كنا عم نجتمع بمطرح ثاني كرمال نكون في تفاعل معين نغير جو، بس يكون كشيء دائم يعني يمكن صعب شوي. يمكن صعب شوي. اكيد اكيد. زاهي غدار كل التوفيق لك ويعطيك الف عافيه وشكرا لحضورك.